العالمي كانت لنا فرصة اليوم نشاركوا في مهرجان الصحراوي. الحمد لله يعني كان مهرجان يعني ما شاء الله جذب يعني الزوار والطلبة وكل النشاطات. نرجو يعني من الزوار مدعوم للحضور هذا المهرجان الصحراوي الثقافي والفني، يشرفنا حضورهم بزاف بزاف ان شاء الله. مرحبا بهم ويجوا الناس يكتشفوا بلادهم. ثاني نطلبوا من الزوار يكتشفوا العادات التقاليد الصحراويه والجزائريه بصفه عامه، ويشوفوا الفن يعني بصفه خاصه. مرحبا. هذيك 100
جامعة سينا من ولاية هدران. جئنا وقمنا بهذا المهرجان الصحراوي الذي يمثل جزء أقول جزء بسيط من ثقافتنا الصحراوية. هذا العام كان جد مميز بالمشاركة النسوية، حيث أن الطالبات يعني ما شاء الله عليهم، يعني حاولنا يعني قدر الإمكان تقديم عروض وتقديم أشياء وتقديم تقاليد من عبق أصالتنا. فمثلا قمنا بأكلات تقليدية، أكثر من 10 أكلات تقليدية. جد هدرتوهم وخلاصة. نعم. كليتوهم معي التونيز. صح عليكم. هدرناهم. صح عليكم. قمنا بأكلات تقليدية، قمنا بعرض ملابس تقليدية، حتى ارتدائها، ويعني الزي الرسمي، الزي التقليدي الرسمي هو ليزار، زايد الحيك. هذا اللي راكي لابساته يسموه ليزار. ليزار، ليزار سيسغنس، خاص بمنطقة أضرار ومنطقة تمنراس، وأنا في الحقيقة يعني منطقة تيميمون، نحن منطقة تيميمون نرتدي الحيك، نرتدي الحيك. ثانيا كاين هناك بخاخير. بخارات يديروا فيهم البخور، كاين اشياء مصنوعه من جذوع النخيل، من اوراق النخيل. يعني المهرجان كما نقولوا معرض كان اشياء تقليديه 100%، يعني تعبر على التقاليد نتاع المنطقه بصدق، يعني بصدق، يعني بصدق. الاشياء مثلا الاشياء المعروضه كلها مصنوعه من النخيل كلها، يعني كما تعرفون الصحراء راهي عباره عن واحات، والواحات فيها النخيل. اذا كل الاشياء انا عجبوني حوايج وحبيت نشريها، هل ممكن شراء يعني بعضها صناع بعضها؟ يعني بالنسبه للبيع هناك فقط اشياء محدوده، ليست كل الاشياء، يعني اغلبيه الاشياء هي موضوعه للعرض فقط. هناك ايضا مخطوطات، الجانب العلمي، الجانب الديني دائما لا ننساه، كما يسمونه عندنا دار الزاويه هي الاولى في المعرض، هي اولى الواح القرانيه، طريقه التدريس، مخطوطات تعود لاكثر من 100 سنه. الله يبارك. كتب تدرس في الزوايا ايضا. وكما تعلمون كان شعار هذه الطبعة الثامنة، كان شعاره هو العلامة الشيخ محمد بن الكبير رحمه الله، يعني وهو أحد الشيوخ الكبار وأحد العلماء الكبار الذين ساهموا بشكل كبير في نشر الثقافة الدينية والعلمية في أضرار أثناء الاستعمار، أثناء الحقبة الاستعمارية. حي ولا متوفي؟ متوفي رحمه الله، توفي في عام 2000، وقد شهد جنازته الرئيس عبد العزيز بسكري. ربي يرحمه ويسلمه. نعم. شكرا جزيلا. اكشف انا جاي من اضرار الغاليه، اكشف انا جاي من المهرجان، اكشف الحراره هي مساويه تبارك الله. وش راك توري لهم الان؟ هذا دار على البعير هذا يا حبيبي. وي كاين الكسوه تاع الحصان والكسوه تاع البعير. ما تقدرش ترفعها تشوفها فيها مواسيه. وكانكم صورتوا لنا بعير ولا جبتوا لنا بعير ولا؟ كاين خطوات. الله يبارك. وهذه وين تجي في الرقبه تاعو؟ وش اسمها اقراها لي؟ اسوسو. اسوسو. الله يبارك. سما بنزيدوا كلمه هذه بالترقية. اسمح لي بس نستعملوها في الكلمات المتقاطعة يعني. زيد وري لي حاجة أخرى. زيد. وش يسموها هذه؟ نفس المصنع. اسوسو. هذه نتاع الخيل. هذه تجي الخيمة. 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 الله يبارك. صحيح. وهذه هنا؟ سمان كان يهزو فيها كما نقولوا لا تاي تاعه ولا حاجه فيها. كل اناء يعني. صحيح. الله يبارك. وكيف كيف نفس ذلك. وهذه هنا؟ هذه فور. وهذه ما سميتها لي؟ هذه تكبد. وهذه هذه شكوى. وهذه وسادة. هذه سادة. مش معمرة بركي. مش معمرة. صحيح. وهذه هذه يقولونها أكلوا. أكلة كول. أيوة. وهذه شني؟ هذه يديروا فيها البن والفضة. يروبوا بها البن الحليب. الله يبارك. شكرا جزيلا سيدي. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. معكم طالب مربي عبد القادر، طالب بجامعة مسيلة، مستوى الدراسي ثاني ماستر، محافظ المهرجان الثقافي، محافظ المهرجان الثقافي الصحراوي في طبعته الثامنة،
والتي أتت بشعار من عبق أصالتنا لبني مستقبلنا. وكما حملت هذه الطبعة الرعاية السامية لولي ولاية امتلاء، كما نتوجه له بجزيل الشكر لهذه الرعاية السامية. وكان رمز الطبعة هو سيدي الشيخ محمد بن الكبير. نشكر كافة الحاضرين وكافة الذين ساهموا معنا في إبراز هذه الطبعة وكذا الطبعات الأخرى، والله من وراء القصد. وش كاين في المهرجان بالضبط؟ كل يعني ما هي الأشياء المعروضة؟ تتكون المهرجان من عدة لجان، منها لجنة الثقافة وهي التي تقوم على إعداد المخطوطات والكتيبات التعريفية بالثقافة الصحراوية، كذلك لجنة الإعلام والتي تقوم بمهام التصوير في كافة فعاليات هذا المهرجان، كذلك لجنة الخدمات تقوم بالإطعام والتنسيق مع كافة الطلبة والمطاعم ومديرية الإقامة، وكذلك لجنة الإدارة والتي لها شؤون إدارية خاصة تقوم بإيجاع كافة الملفات الخاصة بالمهرجان في المديريات أو في الولاية. صحيح. ثالثا لجنة المعرض، وهي التي تمنين. وهي الأساس الذي يقوم عليه هذا المهرجان، وفيها كافة الوسائل التقليدية لمدينة أضرار، سواء بمدينة أضرار أو كافة ولايات الجنوب الكبير. الله يبارك. وما أعجبني هو التمور المعروضة. كذا التمور المعروضة هي ليست للأكل وإنما للزينة للتعريف بها فقط، وأنها هي تمور خالدة في مدينة أضرار، ومن بين التمور التي تسوق خاصة حتى في الدول الأوروبية وحتى في كافة ولايات أضرار. بارك نشكركم الله. على الاستشفاء.